السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله معانا موضوع مهم ومنتشر جدا. في الاول عايز اسأل سؤال، مين فينا حس بدخن؟ او بمعنى تاني، مين فينا محسش بدخن؟ فعلا الموضوع منتشر جدا لدرجة ان كلنا بيجيلنا دخن. يعني ايه كلمة دخن؟ دي كلمة بتوصف كده بالبلدي لما الشخص يقول انا مش قادر اصل طولي، انا حاسس ان هيغمى عليا، حاسس ان انا هقع، حاسس ان انا هفقد التوازن بتاعي. كل دي مسميات لكلمة دخن. طيب خلونا نسأل سؤال تاني، مين فينا حس بدوار؟ ايه ده؟ هو في فرق ما بين كلمة دخن وكلمة دوار؟ ايوة، وللأسف معظم الناس فاكرة ان الكلمتين دول بمعنى واحد. لا، الدوار ده معناه ايه؟ ان انا مثلا بكون واقفة وحاسة كل حاجة حواليا بتلف كده داير ما يدور، او اللي حواليا ثابت وانا اللي بلف حوالين نفسي. اكتر حاجة بنشبهها بالموضوع ده لما مثلا بنكون في ملاهي وراكبين لعبة من اللي هي بتلف كده، واللعبة دي لما تيجي تقف هنحس ايه؟ ان في حاجة بتسحبنا كده حوالين نفسنا. هو ده اقرب حاجة للاحساس بتاع الدوار. تمام كده، عرفنا ان في فرق ما بين كلمة دوخة وكلمة دوار. طيب دلوقتي انا واقفه قدامكم اهو ثابته، مش حاسه بدوخه او حاجه، ايه الاسباب اللي مخلياني واقفه ثابته كده؟ في اشتراك ما بين ثلاث حاجات: المستقبلات اللي بتبقى موجوده في العضلات بتاعتي وبعت رسائل للمخ، والاذن الداخليه، والعين. لو حصل مشكله في اي واحده فيهم هيحصل دوخه او دوار. كمان لازم تكون عضله القلب شغاله كويس وعندي كمية دم في جسمي كافية علشان القلب يقدر يضخها للمخ علشان يقدر يشتغل. تمام؟ طيب خلونا نشوف الأسباب. في الأول كده في أسباب ملهاش علاقة بأي أمراض، زي مثلا اللي بيحصل مع السفر والمواصلات والبحر، ولما بصت من مكان عالي، ولما أكون موجودة في السينما وقريبة من شاشات العرض. أما بالنسبة للأسباب المرضية، إن يكون عندي مشكلة فين؟ ثلاث حاجات: يكون عندي مشكلة في الأذن الداخلية، ودي أكتر ليها علاقة بإحساس الدوار، أو يكون في مشكلة في العين، أو يكون في مشكلة في المستقبلات والأعصاب بتاع العضلات، أو يكون في مشكلة في الدورة الدموية زي مثلا القلب مش قادر يضخ الدم كويس، اعتلال عضلة القلب، أو يكون عندي مشكلة في كمية الدم مش كافية، زي مثلا إن يكون الضغط واطي، عندي أنيميا، كمية السكر اللي موجودة في الدم قليلة. تمام؟ دي كلها أسباب للدوخة أو الدوار. طيب امتى اقلق لما يجيلي إحساس الدوخة دي وأقول إن أنا لازم أروح أكشف؟ لما يكون مع الدوخة دي صداع شديد وحصل مرة واحدة، يكون حصل فقدان للوعي، حصل إغماء مش مجرد إحساس، حصل فقدان للسمع، ازدواجية الرؤية بقت شايفة كل حاجة اتنين، الكلام بيدخل في بعض، حصل تنميل في الوش، حصل تنميل وضعف في الأطراف الإيدين والرجلين، حصل ضربات قلبي بدأت تزيد، في صعوبة في التنفس، في ألم في الصدر، في صعوبة في المشي. تمام؟ دي الحاجات اللي تخليني أقلق واروح أكشف. طيب أنا دلوقتي قاعدة في البيت وكنت قاعدة، وما جيت أقف مثلا حسيت إن أنا بدوخ أو احساس الدوار مثلا، هتصرف ازاي؟ على طول هروح قاعده مكاني او نايمه ومغمضه عيني، مع كمان في الايام اللي بعد كده هحافظ ان انا اشرب كميه ميه كويسه واكل اكل صحي وانام لفترات كافيه. تمام؟ طيب بالنسبه للعلاج، العلاج احنا قلنا ان فيه سبب اتنين تلاتة، يبقى العلاج هيكون على حسب السبب، هعالج السبب اللي موجود، يبقى انا لازم اروح للدكتور حتى لو كانت المشكلة بسيطة، عادي اروح واطمن على نفسي علشان اخد العلاج المناسب لحالتي، ما اروحش واخد علاج بتاع حد تاني، العلاج اللي هينفعني غير اللي هينفع حد تاني. متفقين؟ طيب دلوقتي في بنوتة اسمها أميرة سألتني على حالة ان بيكون فيها الشخص نايم واول ما بيقوم يقف بيحس ان هيغمى عليه، او بالفعل بيحصل فقدان للوعي. الحالة دي اسمها انخفاض ضغط الدم الانتصابي.
طبيعي كده ايه اللي بيحصل؟ المفروض الشخص بيكون نايم، واما يجي يقف الدم بينزل يتجمع في الرجلين بفعل الجاذبية، فبالتالي كمية الدم اللي راح للقلب هتقل واللي راح للمخ هتقل، بسرعة الجهاز العصبي هيشتغل، هيزود معدل ضربات القلب، وكمان هيضيق الأوعية الدموية علشان يرفع الدم اللي موجود في الأطراف دي للقلب ويقدر يشتغل ويضخ الدم للمخ بتاعنا ويشتغله. كمان في الناس دي خاصة كبار السن بيبقى عندهم مشكلة في تنظيم ضغط الدم، يعني ايه؟ كان نايم قام وقف، الدم اتجمع تحت، مفيش دم واصل للقلب ولا للمخ، الجهاز العصبي مش بيشتغل، مش عارف ينظم الدنيا، الدم هيخليه تحت مفيش دم واصل هيغمى عليه. تمام؟ او ممكن يكون في سبب تاني، ان كمية الدم مثلا قليلة، الضغط واطي او اي حاجة من اللي احنا قلناها، او يكون عضلة القلب فيها مشكلة مش قادرة تضخ الدم للمخ. تمام؟ يا رب اكون قدرت ان انا وفيت الموضوع كله من كل الجهات وبشكل بسيط، ولو حد عنده اي استفسار او اي حاجة يحط في الكومنتات او يكلمني. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.